يحكى أن الهرة كانت تبحث عن شيء تضربه، فرأت فأرا يدخل جحرا وقفت بالباب تراقبه. يحكى أن الهرة كانت تبحث عن شيء تضربه، فرأت فأرا يدخل جحرا وقفت بالباب تراقبه. قالت والفرحة تغمرها، هذا ما سوف أداعبه، وأنا دوما دون عناء أنتصر عليه وأغلبه. ومضى الوقت بطيئا جدا والفأر يراقب في الجحر، ينظر للهرة بدهاء ويقول بهمس وبزار: أتمنى أن أخلص منها وأراها في خوف تجري، وأعود أمينا في عيشي أله في البر وفي البحر. لا يخشى قلبي من ضر أو شر يوما يرعبه. الهرة نظرت للخلف ورأت كلبا يترصدها، ثم يكشر عن أنياب ويزمجر فارتعدت جدها. قالت سأسارع بهروب، وجرت والكلب يطاردها، والفأر يلاحظ بسرور ما يساعده لا يساعدها. قالت سأسارع بهروب، وجرت والكلب يطاردها، والفأر يلاحظ بسرور ما يساعده لا يساعدها. هذا طبع لا يتبدل، كل يرجو ما يطلبه. قال الفأر بكل هدوء: السعي بالشر يضر، فالهرة كانت تركبني، وبعينيها يبدو الشر، وأتى الكلب فكان خلاص. والهرة تفرق والهر ومن